الشاشه متابعين مع مواضيعنا لليله. وهلا شو راح عليكم على التلفزيونات اللبنانيه والعربيه؟ بدي نوه قبل ما فوت بشو راح عليك انه في شخصين من فريق برنامج دولي وداريوس. دولي كان عنده عشاء اضطرت تفل وداريوس كان عنده بيرث داي ما لحق يروح على هيدا البيرث داي. عبين ما نرجع نشوفكم السيزون الجاي. اول موضوع ممكن يكون راح عليكم من بي بي سي بوب اب يلي زار فريقه مدينه طرابلس وحملت الحلقه سؤال كعنوان ليبانونز اكستريمست سيتي. حتى نتابع شو قطع بهذا الروبورتاج من بي بي سي بوب اب منتابع سوا. تواصل اذا شخص عم يتواصل مع بيت عمه بسوريا بيتوقف بالحكم 4 سنين. اللي عنده سجين بالسجن يرفع ايده. هون سميه وفوق علويه. Is this where people used to shoot out of to the other side? Yeah. كانوا يقفوا هيك تحط البارودة هيك وتنط راسك هيك بتقوص. يعني انا عم بلغ انا كانوا يعطوني 50,000 كوب كومبلي انا كوب كومبلي كوب لهم كومبلتين ب 50,000 كمان. Detention by law is 48 hours extended one time. That's it. Some of these people have been locked up in prisons for years without trial. What did you think of him? فكر امتى مسح لي الفرصه لهيك. Really? What did you think of him? قلت له انه متبيني وبيكرهني وبده يقوصني وهيك. And how do you see each other now? يمكن بس بالشكل المختلف. هذا هو التقرير من بي بي سي بوب اب عفوا يلي انعمل بطرابلس. ما بعرف قديش كان هذا التقرير موضوعي ولا لا. كيف لقيته جوزيف؟ التقرير تقنيا تقرير جيد جدا مثل اللي شفناه من قبل من بي بي سي بوب اب. بس هيدا مش طرابلس. طرابلس هي المناطق الحلوة والشوارع الحلوة والناس الطيبة والتعايش بين الإسلام والمسيحية وبين الشيعة والسنة. هيدي وهيدا طرابلس موجودين معنا ليلى. هيدا الشاب اللي صور الدوكيومنتري راح على شقفة كتير صغيرة اللي هي باب التبانة وجبل محسن. هن شارع بشقفة من مدينة هي عاصمة الشمال. هيدا تاريخ. اللي بده ياكل حلو بيروح على طرابلس، واللي بده ياكل اكل طيب بيروح على طرابلس، وبده يتعلم ثقافه وحضاره بيروح على طرابلس. وليا بارودة على فوق من جمعيه مارك عملت قهوتنا وجمعت كل اهالي باب التبانه وجبل محسن بقلب هيدي القهوه، وفعلا قدرت تخلق جو غير عن كل اللي بنشوفه بالاخبار للاسف. واللي سمعناه بالتقرير وعلى لسان هول الشباب اللي هن اصلا كانوا مقاتلين وكل واحد من جبهه، هن قالوا بلسانهم هن لسان اولاد طرابلس، السنه مش ارهاب والشيعه مش ارهاب ابدا، الفقر هو الارهاب. صح. لأنه طرابلس بعدها اليوم هي مدينة كتير كبيرة بس بعدها محرومة، وفي كتير مناطق فيها فقر. وقت الفقر بيمارس الجنس مع الجهل، بيجي عنا تطرف، بيجي عنا داعش، بيجي عنا نصرة. ونحن ضد هي. نعم يعني ونحن ضد ونحن ضد الإرهاب. مشان هيك يا دولي تفضلي وداريوس أهلا وسهلا فيك عن جديد. تبعت الحلقة دولي؟ ايه تبعتها وانا عندي شهادة في اعملها يعني بهذا الموضوع، لانه انا طلعت على طرابلس بعز المعارك، عملت حلقة مباشرة بنهاركم سعيد ومع قادة المحاور يعني المسلحين، قادة المحاور واللي كانوا بوقتها مطلوبين، وعملنا بمحل معروف والأجهزة والجيش كان كل العالم معها خبر، وما حدا استرجع قرب ونحن ما أخذنا إذن. يعني تخيلي لأي درجة أنه هول الناس ضحايا بالآخر، ضحايا مثل ما قلت القهر والفقر والتعتير. صح. بس هول مطلوب يبقوا هيك تيستخدمون بالمواسم الانتخابية وبيمولون وبيغزون. ما هو البلد كله هيك مش طرابلس، ما نحن كمان هيك. مزبوط. ومثل ما قال جوزيف أنه مش هيطرابلس. هيك مرة قوص علي هو. أقول حاكي بيعملها كان جمهور اللي جاي من طرابلس كمان. اكيد جمهورنا من طرابلس. اكيد جمهورنا غير دليل انه طرابلس بألف خير بسبب الجو الايجابي اللي بيعطوه. تفضل. انا بدي لك شغله، انا بشمئز اه جنرال
انه من التلفزيونات الاجنبيه الاوروبيه والامريكيه لما بدهم يعملوا اجمالا دوكيومنتري عن لبنان دائما بنقوا شيء المش منيح، دائما المطرح البشع، يعني لبنان على طول من 75 لليوم لما يفرجوا نقطه عنه على سي ان ان او الايرو نيوز او على البي بي سي بفرجوك اضرب مطرح انا ما بعرفه، مطرح مش كانه لبنان، ليه هالتركيز علينا؟ ما بيفرجوا هالشيء ويفرجوا بيميلوا شيء منيح، بيفرجوا الجهتين، دائما بفرجوا انه لبنان كله ماي نازله على الطريق، مش معروف وين ببلش الزفت وين بيخلص بيته واحد وين السجاده هلا هلا مش موجودين لا بس انه موجود بس ليه ما بيفرجوا اثنين؟ ليه بده يفرجوا دائما هالشغله يعني لبنان؟ ونحن ضحيه لان في بلاد بالشرق الاوسط غيرنا بيدفعوا دم قلبهم لحتى يفرجوا الصوره المنيحه عنه الناس هذه الحقيقه ذيس از رياليتي نحن يا وي فيس ات يا بنتهرب منها يعني يا نحن بدنا نهرب من الحقيقه بس كمان هذا الشيء موجود بلبنان بس يفرجوا اثنين نفرجوا شيء منيح ضلوا يفرجوك يعني نحن نوقف المطاعم والسهر لا بس نفرجوا هيدا الشيء بس من وقت ما خلقت انا ما شفت غير بيفرجوا عن لبنان ايش الغلط ولا مره فرجوا شيء منيح عن لبنان بس ليك قد ايه بعد طرابلس بتستاهل دوكيومنتري حلو اثنين تريبولي بيوتيفول صح